واحدة بعد منتصف الليل 11 بتوقيت جرينتش، موجز اخباري ياتيكم من القاهرة. اهلا بكم. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من رؤساء كبرى الشركات الدولية، وذلك خلال مائدة المستديرة التي نظمتها مجموعة اجورا الاستراتيجية على اهم شيء فعاليات منتدى ميونخ للامن. واكد الرئيس السيسي حرص مصر على زيادة حجم استثمارات الشركات الدولية في مصر، مشيرا الى التطورات الايجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري في ضوء برنامج الاصلاح الاقتصادية وما تشيده الدولة حاليا من مشروعات تنموية كبرى. وأوضح السيسي أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي في عام 2019، ومن بينها تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسلم والأمن الأفريقية، مشيرا إلى تدشين مركزا للاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بالقاهرة. كما تطرق اللقاء إلى استعراض آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط ورؤية مصر المستندة إلى ضرورة التوصل لحلول سياسية للأزمات القائمة. واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر اقامته بميونخ رئيس شركه رودا اند شوارتز الالمانيه المتخصصه في مجال الامن الالكتروني. وقال المتحدث باسم الرئاسه السفير بسام راضي ان الرئيس اعرب خلال اللقاء عن الحرص على تكثيف التعاون مع الشركه في مجالات تخصصها في ظل ما تتمتع به من سمعه متميزه وخبرات عريقه وما هو مشهود لمنتجاتها من كفاءه. فيما اكد رئيس الشركه الالمانيه حرصهم على التعاون مع مصر في مجال تامين المنشات والماسحات الالكترونيه الحديثه. هذا وأكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على تعزيز التعاون مع إدارة مؤتمر ميونخ للأمن. وخلال لقائه مع رئيس مؤتمر ميونخ فولفغانغ إيشينجر، أشار شكري إلى الخصوصية التي يمثلها المؤتمر بالنسبة لمصر في ظل المشاركة الأولى للرئيس السيسي في أعمال المؤتمر. من جانبه رحب إيشينجر بمشاركة الرئيس، مؤكدا الأهمية التي تعلقها إدارة المؤتمر على استضافة مصر لاجتماع مجموعة النواة الخاصة بالمؤتمر في أكتوبر المقبل، إذ يزور عدد من مسؤولي إدارة المؤتمر القاهرة الشهر المقبل لضمان الإعداد الجيد لاجتماع مجموعة النواة. أكد المتحدث باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري أن منطقة الجنوب الليبي أصبحت ملاذا للإرهابيين الفارين من معركة الكرامة، مشيرا في تصريحات خاصة لإكسترا نيوز إلى أن العناصر الإرهابية صارت تتمركز في تلك المنطقة بعد إجبار الأهالي إلى النزوح منها. وأضاف أن الجيش الليبي يحارب في الجنوب مرتزقة وإرهابيين ينتمون لتنظيمات القاعدة وبوكو حرام، موضحا أن هناك تنسيقا دوليا لحماية الحدود الليبية والعمل على منع دخول الإرهابيين إلى البلاد. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع المشروع الميزانية الحكومية وسيعلن حالة الطوارئ الوطنية لتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك. وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل أن ترامب يعتزم إعلان حالة الطوارئ الوطنية حتى يتمكن من تجاوز الكونغرس وبناء الجدار الحدودي الذي وعد ببنائه أثناء حملته الانتخابية على طول حدود الولايات المتحدة الجنوبية الغربية. رفض مجلس العموم البريطاني استراتيجية تفاوض رئيسة الوزراء تريزا ماي بشأن بريكزيت، حيث رفض 303 نواب مقابل 258 نائبا طلبا لمعاودة تأييد خطة ماي الساعية لإدخال تعديلات على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأكد متحدث باسم ماي أن رئيسة الوزراء ستواصل السعي لتعديل الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لضمان الخروج في الموعد المحدد يوم 29 من مارس القادم. نهاية الموجز. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.